طلاب صغار منعوهم يطلعوا امبارح على المدرسة وخلونا برا من الساعة 6 الصبح للساعة 11:30 بالليل وإحنا مرميين برا، واللي يجي حتى بده يجيب لنا مي أو يجيب لنا أكل منعوهم نهائي، وإجوا في الآخر أخذوا سيارة ابني وأخذوا أولادي التنين على السجن. أين تحت المعسكر مباشرة، تحت المعسكر مباشرة، هيو المعسكر إحنا تحتيه مباشرة ساكنين هون، وإحنا اللي فتحنا الشارع وإلنا هذه الحق الأولوية نمرك من الشارع، بس ما بنعرف تفاجأنا إنه ممنوع نمرك، ممنوع أولادنا يطلعوا على المدرسة، ممنوع حتى أنا معي سكري ومعي أزمة، وبنتها هذه هيها عمرها 18 سنة معاها ثاني سكري وكل دقيقة بتغمى وغمت، وأخذ وهي برا وهم بيتفرجوا علينا، أخذناها على المستشفى ورجعناها وهم بيتفرجوا علينا، فيش بديل إلها. إحنا هون طريق ما بنقدر نمرك على الزعيم، بعيدة بدك تلفي على مشوار أدومين، لفة طويلة لطفل زي هذا عمره هيو، هذا طفل زي هذا بيقدر يروح على الزعيم ويلف ويروح على مدرسته على العسوية؟ ندفع 3000 شهري عليهم من البوابة للمدرسة، وكيفك لو يجي ياخذهم من الزعيم؟ قديش بدي أدفع؟ وطريق انت لو تشوفيها كلها حجار وتراب وطفل زي هذا.